لما يحصل معاكي امر ذكرى سيئه، احنا مش اباء وامهات درجه اولى، والاباء والامهات الدرجه الاولى دولت يعني او بيعملوا صح 100%. اكيد كل واحده فينا لها في تجربتها مع اولادها مشاكل، ومش بس مشاكل، لا ممكن كمان يكون اخطاء تربويه شديده هي عملت معاها. ازاي اشيل البصمه السلبيه من ذكرى سيئة في التربية مع أولادي؟ إزاي أشيل البصمة السلبية اللي أخطأت فيها؟ وإزاي أخلي أولادي ما يعني يتغاضوا عن حاجة زي كده أو أحولها لإيجابي؟ زي ما قلت لكم مفيش حد ما بيغلطش. ممكن أم تعمل موقف ويتفهم من ضمن الابن حاجة. أنا أحكي لكم موقف، الموقف ده اتفهم غلط تماماً تماماً، ومعرفتش أثره معرفتش اثر الموقف ده، او ان مثلا حد من اولادي حاطط الموقف ده في دماغه بطريقه غلط الا بعد 20 سنه، والسن كان سن مثلا 8 سنين 7 سنين. وبعدين انت زعقتي لي عشان حاجه انكسرت. لا انا ما حصلش كده، انا كنت خايفه جدا لان كان في ازاز انكسر، فخفت ان الشريان يجي على ايديك، لان كان لسه في جارتنا حصل كده واتقطع شريان الايد واتعمل معاها مستديمه، فلما شفت الامر ان كنت خايفه. ممكن يكون الافوره مثلا في رده الفعل، فادك لا انت عاتبتيني عشان زعقتي علشان الحاجه، زعقتي علشان انا كسرت. لا ده انا ما زعقتش، ده انا كنت مخضوضه وانا اسفه ان كان رده فعلي كانت ما بينتش قد ايه خضيتي عليه، لان كان في ازاز وكنت حريصه ان ما يحصلش عاهه مستديم عن لتجربه سابقه في ايام سابقه قريبه من الامر ده. طيب الامر ده محتاج توضيح، انا عرفته بعد 20 سنه. طب وانتوا الذكرى في دماغكم ايه؟ الحل ان انا اشيل البصمات والذكريات السلبيه اول باول عند اولادي بحاجتين. ان انا اعمل جلسه المصارحه مع اولادي كل اسبوع. احنا فاكرين احنا قلنا في ادوات التربيه، قلنا 60 اداه، ورجعوا لحلقات التربيه موجوده كلها على اليوتيوب، ان احنا بنقول ان في حاجه اسمها ترابيزه التفاوض، تمام كده؟ وترابيزه التفاوض دي بنقعد نتفق فيها على الاتفاقيات، عجله الاختيارات اللي بنحط فيها الاوبشنات اللي هم بيختاروها هم ذات نفسيهم. الحاجات دي مهمه ان اولادي يكونوا ايه معايا فيها. طيب دي ترابيزه التفاوض. في حاجه تانية اسمها جلسه المصارحه، انا مين؟ وجلسه المصارحه دي تبتدي لما الام والاب ذات نفسهم يقولوا حاجه خاصه بيهم. مش هنقول يعني بلاوي سودا علينا يعني بلاش قوي، ولكن اقول حاجه مصارحه. انا حصل لي موقف وانا صغير او انا وانا كبير كان كذا كذا كذا، وامي ما تعرفش الموقف لحد دلوقتي، بس انا كان نفسي اروح واقول واصلح الامر بس عارفش اصلحه. ممكن اصلحه على قبر، ايه رايكم نعمل ايه؟ طيب انا زميلي عمل الامر الفلاني، وهو مثلا ابنك بيحكي زميلي عمل الامر الفلاني، فانا اعالج الموقف ده. جلسه المصارحه مهمه جدا. فاكرين جلسه العيله اللي قلنا لا يمكن تستغني عنها، ومسك الازواج وبهدليهم وقول لهم لازم تقعد مع عيالك النص ساعه بتاع جلسه العيله؟ جلسه المصارحه حاجه خاصه ممكن اعملها مع كل طفل لوحده او العيله كلها في الحاجات المشتركه. بس في خلي بالك ان في حاجات طفل ما بيرضاش يحكي في وسط عيله، اراعي الامر ده لان هم نفسيات. فلما راعي الامر دوت، بالله عليكم يا جماعه بالله عليكم ما تضيعوا ده، اسمعوا ان شاء الله يحكي لك انا ضيعت الاستيكه، انا اللي قطعت ورق الشجر، انا اللي مش عارفه اي حاجه. ومش شرط انك تقول حاجه انت استغفرت عليها بينا وربنا، يبقى ده اصل طالما استغفرت عليها ربنا وخلاص تمام. لكن لو حاجه في حقوق العباد تعال نشوف ممكن نرجع الحقوق ازاي، او حاجه في خلاجاتك انت زعلان من امي في الحاجه الفلانيه، زعلان من ابي في الحاجه الفلانيه، ممكن تكون انت فاهم غلط او الشيطان بيوسوس لك، فنقول واحنا نبتدي معاه ده. ايوه الفيديو ده معمول حالا، ده علاج الامر. رقم 2 فيه ان احنا ندعي ربنا يا جماعه، احنا مش ملايكه، احنا بناخد بالاسباب، نعمل بالنظريات وبنعمل معرفش بايه وبنعمل ايه، كل ده تمام. لكن
بناخد بالاسباب. مين ربها؟ يا رب يا رب احنا مساكين، يا رب ربنا عيالنا، والله يا رب احنا اللي بنتربى، والله والله يا رب علمنا، والله يصلحنا في اسره، احنا عايزين طفل سوي، وعايزين شاب سوي، عايزين بنت سويه الفكر، ويبقوا قاده للامه. يا رب اصلحهم، يا رب وكلتك امور اولادي، يا رب يا رب اصلح حالهم، يا رب يا رب اكرمهم، يا رب احفظهم، يا رب الهمنا الكلام، والهمنا الدعاء، والهمنا التصرفات اللي تخليهم هم صالحين. هو ده اللي احنا نقوله، وده اللي احنا ندعي بيه. احنا بناخد بالاسباب وبنعمل وكذا وكذا، رب ذريه صالحه، يا رب تكر عيننا في الدنيا وعين النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره. ادعوا يا جماعه، ادعوا عدو الله سبحانه وتعالى يا رب يستجيب، والدعاء مستجاب، وانت ام دعائك مستجاب، اقسم بالله دعائك مستجاب. احنا ليه ناسين الجانب اللي هو دوت اللي بالمجاني؟ ليه ناسين جانب اللي هو ده الصح اصلا؟ هو انا لما باجي انصح ابني علشان قدوه ولا عشان كذا، او الجيل ده محتاج فعلا، الجيل ده محتاج ان انت تبقى عينك في وسط راسك. شفت القدوات عامله ازاي؟ شفت الناس بيعملوا ازاي؟ شايفه ان الرموز واللي بياخدوا واللي ناجحين والسوشيال بيعليهم التافهين، او اللي قالعين، او اللادينيين، او اللي سابوا ما اعرفش ايه وعملوا ايه وكلام هكس وكلام اي كلام. هم شايفين ده القدوه. الحل ان انا اعمل لهم بيئه بديله. الحل حوار. طب اللي مش فاهم حوار لازم بيئه بديله، ما يشوفش نفسه غريب في البيئه اللي انت عملتيها. اخلق بيئه من اصحاب وناس وبيوت واهالي هم نفس الهويه وعايزين نفس زيي، واعمل البيئه ديت عشان هم يشوفوا نفسهم مش غرب، مش غرب في وسط البيئه ديت. ولو لقيتي حد نفس فكرك ونفس هويتك وبيحاول مع اولاده، امسكي فيه بايدك واسنانك، تعالوا ارجوكوا تعالوا نطلع مع بعض طلعه، تعالوا الاولاد يشوفوا، تعالوا نعمل كذا، عشان الاولاد ما يحسوش بغربه. احنا غرباء في الدنيا وملناش حد. يبقى لازم نبقى مع الوعي العالمي الجمعي، ولا مش عارفه ايه اللي العالم فيه فاحنا مع العالم. لا، انتوا مختلفين، انتوا امه رسول الله، احنا مسلمين. انت عزيز بهويتك، انت قوي بهويتك.